صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والمسرات. بدأت الانطلاقة مع سن الكبار في هذا اليوم السابع بتعداد أيام انطلاقة هذا المحل الأول من المرحلة الثانية، مع انطلاقة سن الثنايا بأول انطلاقة هذا الموسم. نتواصل ونستجول معكم أسماء الخمسة المراكز المتقدمة والمتنافسة من عمر هذا الشوط. هنالك الشعارات المميزة التي انطلقت على أرضية هذا الميدان، شاهدنا التميز في الأشواط الثلاثة التي انطلقت وانقضت في هذا اليوم، وهنالك انطلاقة شوطنا الرابع بتعداد أشواط هذا اليوم. نتواصل مع أول المراكز مع انطلاقة المقدمة والصدارة لأرم هاجر على أول المراكز. تعود الملكية لسعود بن ناصر مذيق العتيبي، من يقدم لنا مهاجر محمد بن براك الرشيدي. المركز الثاني تواجد معاهد، تعود الملكية لعبد الهادي بن محمد بن حبيشة النابت المري مع المركز الثاني. ثالث المراكز أتابع وأشاهد تواجد موفق بن ناصر بن سالم المكسور، يقدم لنا موفق مع المركز الثالث. رابع المراكز من الجانب الأيمن ينطلق شعار سليمان بن صالح العتيبي مع المركز الرابع، قادم من المملكة العربية السعودية. تواصل بمشاركة خوية على أرضية ميدان الشحانية، يتواصل هذا الشعار مع المركز الرابع. المركز الرابع إذن يتواجد بهذه اللحظات العابر مع رابع المراكز، كما هو مدون علي بن عامر بن علي العامري ينطلق بشعاره إلى المركز الثالث، ويأتي على رابع المراكز، ينطلق على المركز الرابع بهذه اللحظات شاهين لخزع بن أحمد بن خزع العامري مع المركز الرابع. خامس المراكز يتواجد شعار فهد بن ناصر المكسور المري برفقة موفق، من ينطلق مع المركز الخامس. ونتمنى لك التوفيق وأيضا لإخوانك المشاركين. هذا هو النداء الأول للخمسة المراكز المتقدمة، ومن بعدها نتحول ونعود إلى الصدارة إلى المقدمة وإلى أول المراكز. بدأت الأمور تتغير مع الصدارة مع انطلاقة معاهد، من يود انتزاع عهدة هذا الشوط وانطلاق بناموس هذا الشوط. عبد الهادي بن محمد بن حبيشة النابت المري هو المالك، وصالح بن عبد الهادي بن حبيشة من يدير بعملية التضمير. يا صالح صالح الجماهير، وانطلق بناموس هذا الشوط. المركز الثاني تواجد مهاجر، من يود المهاجرة بأول المراكز والمهاجرة إلى بر الناموس مع انطلاقة شعار بن كليفيخ سعود بن ناصر بن كليفيخ العتيبي. بدأت الأمور تتغير أيضا مع المركز الثاني مع انطلاقة شاهين. الشاهين ينطلق مع المركز الثاني، أحد الطيور الجارحة يتواصل بشعار خزع بن أحمد بن خزع العامري، ضيف قادم من دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة خوية في هذا السباق المحلي الأول. المركز الثالث أتابع وأشاهد أيضا القدوم المميز من العابر، من يعبر من مركز إلى مركز وحامل شعار علي بن عامر بن علي العامري بهذه اللحظات. يتواجد موفق مع المركز الخامس، ينطلق إلى المركز الثالث بهذه اللحظات. تعود الملكية فهد بن ناصر بن سالم المكسور المري. خامس المراكز يتواجد الزعفران صالح بن فهيد بن صالح المري بهذه اللحظات، يبدو بين شعار بن رشدان من ينطلق بهذه اللحظات. بالفعل صالح بن فهيد بن رشدان المري يتواصل لأول نداء وينطلق مع دائرة النداء ومع الخمسة المراكز المتقدمة. هذا هو النداء الثاني، أشاهد وأتابع أسماء قادمة، شعارات آتية آتية لا محالة، منطلقة مشكلة الخطر ومشكلة تقديم هذه الإثارة الجميلة والانطلاق المميز، مع أيضا تجاوز لافتة ال 1500 متر. يا سلام، بدأت ترتفع درجة حرارة هذا الشوط، وبدأ يرتفع المستوى الفني، وبدأت تتقارص الأمتار، وبدأ الشوط
الخطوط بالسرعة وبأيضا تبديل المراكز، غير وانطلق وتواصل الزعفران مع أول المراكز. الله يا الزعفران، صالح بن فهد وصالح بن رشدان، المر يتواصل مع المقدمة ومع الصدارة ليأتي موفق مع المركز الثاني. فهد بن ناصر بن سالم بن فهد المكسور، المر مع المركز الثاني. ثالث المراكز يتواجد ولأول ندى الأسد عتيق بن حمد بن قريع، المري مزعج المضمرين، يقدم لنا أحد الأسماء المميزة، وأسد الميدان ينطلق مع المركز الثالث. الكيلومتر الأخير الكيلو المثير، وانطلقت الأسماء، تواصلت الشعارات، انطلق هنالك مثلث الناموس والأسماء قادمة أيضا بهذه اللحظات. انطلق موفق مع أول المراكز، موفق مع الصدارة، موفق مع المكسور، ولكن برشان ينطلق شعار أيضا لرفقة الزعفران مع المركز الثاني. ثالثا الأسد، المركز الرابع يتواجد بهذه اللحظات عيري لراشد بن صقر بن شاهين المريخي، ولكن يا سلام موفق 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 مع الصدارة مع المقدمة مع أول المراكز. نتمنى له التوفيق بهذه الانطلاقة المميزة وبانطلاقات سباقاتنا القادمة بإذن الله تعالى. فهد بن سالم أو فهد بن ناصر بن سالم المكسور يقدم لنا شعاره مع انطلاقة موفق، ومع أيضا تقديم هذا الأداء المميز وهذا الانطلاق الجميل بتقديم العروض الجميلة والرائعة والممتازة من قبل شعار المكسور ومن قبل موفق، من أقلع وحلق مع الصدارة، حلق مع المقدمة، مع أيضا أجواء الناموس وأجواء التميز، وانطلاقة جميلة إلى خط النهاية بإظهار الإبداعات الرائعة. سلام بالمكسور، سلام سلام وموفق، سلام سلام وتحية واحترام لفهد بن ناصر المكسور المري على تقديم موفق، من انفرد مع الصدارة وحقق هذا الانتصار المميز. ثاني المراكز الزعفران لصالح بن زهيد لصالح من المركز الثالث، كان الوصول من عيري راشد بن صقر بن شهير المريخ المركز الرابع، كان الوصول من قبل الاسد يعتيق بن حمد بن قريع المركز الخامس، كان التواصل من بديع لعبد الرحمن بن محمد بن هلال المري. اذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء، شاهدنا هذه المنافسه الجميله وشاهدنا موفق بطل هذا الشوط وهو المتوج باول المراكز. كانت الانطلاقه جميله من قبل الثنايا القعدان بهذه الانطلاقه الرابعه من انطلاقات الخير والبركه، ومن انطلاقه البحث عن الناموس والبحث عن اول المراكز وكلمه الناموس الاقلى في هذا السباق وخصيصا على ارضيه ميدان التحدي. اذن نشاهد عبر قناة الريان لحظة الإعادة لشوطنا الماضي الذي انقضى قبل قليل، ولحظة انطلاق موفق الذي حلق وأبدع مع الصدارة. ها هي لحظة قدوم إلى خط النهاية بتوقيت مميز، 8 دقائق بدون ثواني، 32 جزء من الثانية. نهني فهد بن ناصر بن سالم المكسور المري على حصول موفق على المركز الأول وبتوقيت مميز لسن الثنايا القعدان. إذا مشاهدينا الكرام، ثاني المراكز كان القدوم من الزعفران، وكان توقيت الزمن 8 دقائق 7 ثواني 94 جزء من الثانية. نهني ونبارك لمالك الزعفران صالح بن فهد بن رشدان المري المركز الثالث، كان القدوم والوصول من قبل النعيري، توقيت الزمن 8 دقائق 9 ثواني 16 جزء من الثانية. نهني مالك النعيري راشد بن صقر بن شاهين المريخي على حصول شعاره على المركز الثالث.